بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. طبعا احنا بدأنا من قبل وتكلمنا عن ضوابط الحصص أو ضوابط العام الدراسي الجديد. النهاردة هنتعرف على ضوابط الحصص المقررة على الطلاب بالمدارس هذا العام ونصاب الحصص لكل المواد لكل مرحلة تعليمية. طبعا الكلام ده من على موقع الوزارة اليوم. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكمل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقا لكثافة المدرسة، مع ضرورة التأكد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل. ويشمل الكتاب الدوري التالي دور القنوات التعليمية، ستكون شريكا أساسيا في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعية لكل مادة على مدار 14 أسبوعا، وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول. تشكل الحلقات التلفزيونية بالإضافة إلى الحصص المدرسية ما يكافئ إجمالي الحصص المقررة وفق خطة المنهج المحدد، كما حدد الكتاب الدوري ضوابط الدراسة داخل المدرسة. الحضور في المدرسة 5 أو 6 أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور 2 أسبوعيا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي. أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي لا تقل أيام الحضور عن 4 أيام أسبوعيا في المدارس التي تعمل فترة واحدة، ولو تطلب الأمر لتوفير المسافات الأمنية في التباعد المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور 3 أيام أسبوعيا. تكون خطة توزيع المنهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول على مدار 14 أسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة. تكون الحصص المخصصة بالمدارس هي تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحها عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية. كما وضع الكتاب الدوري ضوابط الحصص المقررة بالمدرسة وهي كالتالي: بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي المدارس الفترة الواحدة، يتم تخصيص عدد 6 حصص لكل من اللغة العربية ومنهج كونكت المتعدد، و4 حصص للمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية، و2 حصص للأنشطة المتنوعة، و1 حصة لكل من التربية الدينية والتوكاستو والتربية الرياضية. بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي المدارس ذات الفترتين، يتم تخصيص 4 حصص لكل من اللغة العربية والرياضيات ومنهج كونكت المتعدد و3 حصص للغة الإنجليزية، و1 حصة لكل من الأنشطة المتنوعة والتربية الدينية والتوكاستو والتربية الرياضية. الصفوف من الأول إلى الصف الثالث الإعدادي سيكون هناك 2 حصص لكل من اللغة العربية الرياضيات، و1 حصة لكل من مواد اللغة الإنجليزية العلوم الدراسات الاجتماعية التربية الدينية المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية، و1 حصة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة. يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه. الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي يتم تخصيص 2 حصص لكل من اللغة العربية والرياضيات، و1 حصة لكل من مواد اللغة الإنجليزية العلوم الدراسات الاجتماعية التربية الدينية والمستوى الرفيع والتربية الرياضية والتربية الفنية، و1 حصة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.